فخري، لا تبعدي عن هوري جيهان ولا لحظة، ولا تخليها تعمل أي حركة بدون علمي، مفهوم؟ بأمرك يا سلطانة. شو هو يا عم؟ حسابنا ما خلص يا عم، ما خلص. عم ادعي لرب العالمين يسقيكي من عذاب فراق الاولاد مرة تانية. لازم يكون جهنم مصيرك. ان شاء الله اخرتك بجهنم. أول جهنم لازم تموتي، لازم تموتي. أنا رح أبعدك على جهنم. أنت لازم تموتي يا هيام، لازم تحتري بنار جهنم. وحدة مثلك ما لازم تعيش. أنا رح أقتلك. سلطانة، أنت شو هذا اللي عم تساويه؟ رح أخلك يا هيام. أنت بنتي سبب تموت ابني وما رح أسامحك أبدا. هو منيح، أولادك الاثنين إن شاء الله بيحاربوا بعضهم. اتركوني بعضوا عني. أولادك يلي ما ضل لك غيرهم إن شاء الله بيقتلوا بعض. أنا ماني مسامحتك يا هيام. إن شاء الله يموتوا قدام عيونك مثل ما مات ابني، وربي رح يجازيكي. إن شاء الله بتشوفيهم عم يموتوا واحد ورا الثاني وتذوقي نفس عذابي. السلطان واحد قاتل. أنا ماني مسامحتك بدم ابني. الله ينتقم منكم انتوا الاثنين. يلي دعيته عليكي ما عم يروح من بالي. والله يلي قالته خوفني. مو جديد علي، من وقت ما اجيت على هالقصر وهي عم تدعي، ولا مرة الله استجاب لدعاءها. ليك راحت وما عاد فيها ترجع لهون مرة تانية. سلطانة، بخصوص موضوع رستم باشا، لأمتى رح يضل على وضعه؟ مو وقته يا مريم. سلطانة، من مدة طويلة ما بعتي ولا مكتوب لمولانا السلطان، ولا سألتي عن حاله بنوب. مو قادرة أكتب له أي شيء يا سنبول، وحتى مولانا مو قادر يسمع بشي. وقت اللي أمر بإعدامه لمصطفى حس إنه خسر قطعة من قلبه، وروحه عم تتعذب من وقتها. وجهانجير نور عيونه للسلطان توفى كمان. وما بظن في شي عاد يرجع مثل الأول، لا أنا ولا هو. بالنهاية حبكن أكيد هو اللي رح ينتصر، مو هذا اللي كان يصير دائما؟ هوري جيهان؟ سلطانة، انت شو عم تعملي هون؟ شو جابك على القصر؟ طولي بالك، الحق مو عليها، في حدا عم يلعب لعبة وسخة. إذا هوري جيهان ما حكت عن الموضوع ما حدا رح يعرف فيه. فيها تقول إن أجت لتزور السلطانة فاطمة، لأنه إذا حدا بيعرف بهاي القصة وبينتشر الخبر ما فينا نتوقع شو رح يصير، وخاصة إذا وصل الخبر لمولانا. لهالسبب ما حدا لازم يعرف بشي.
هوري جيهان لازم ترجع على كوتاهيا بأسرع وقت. المفروض نعرف هالمكتوب مين اللي بعته يا أمي. رستم ومريم كانوا بيعرفوا. معقول يكون في حدا سمعن وهن عم يحكوا؟ ليكون وزيرك مصطفى اللي بعته؟ هالاحتمال بعيد. أولاً ما بيتجرأ، وتانياً هو نبهني بخصوص موضوع هوري جيهان وقال لي لازم تضل بكوتاهيا، وقال لي إنه لازم نبعث له مكتوب ونخبره بهالشي. واضح إنه في حدا سرق الرسالة. سليم. مستحيل. مستحيل يساوي هيك لأنه ما بيتجرأ وخاصة بهيك وقت. هو بالذات ممكن يعملها. أنا بعرف سليم منيح وبعرف شو ممكن يساوي. أنت لازم توثق بأخوك أكتر، وهي الخلافات اللي بيناتكم لازم تنتهي بقى. زب سليم بيزيد. اللي نشر خبر زواجي بالقصر طلع أخي سليم مثل ما قلت لك من الأول يا سلطانة. كنت متوقع هالشي. أخوك بيزيد ارتكب خطأ كبير وهو بيعرف بهالشي، بس شو ما صار يا سليم ما بيجوز تساوي معه مثل هيك شي. انتو بتضلوا أخوات. انتي كنت بتعرفي بهالشي ومتسترة على الموضوع مو هيك؟ الأمير مصطفى ارتكب نفس هذا الخطأ وشفتوا بعينكم شو صار له. أنا ما بدي تكون هاي نهايتكم. شو الفرق يا سلطانة؟ الحقيقة واحدة، بيزيد ارتكب خطأ كبير وانتي شاركتي معه بهذا الخطأ. شو رح يعمل مولانا بس يعرف بهالشي؟ مستحيل يعرف، ما رح يعرف شو ما صار. أنا رح سكت الكل، انت كمان رح تسكت ورح تحلفني إنه ما تفتح تمك. بنصحك يا سلطانة لا تتعبي حالك. بدل ما يجي ويواجهني رجل لرجل عم يستخدم هالأساليب الوسخة مثل النسوان، ما عنده الشجاعة يواجهني. سليم بيزيد 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 خلاص. لهون بكفي. خذ أولادك وروح فورا من القصر. ما بدي اشوف وشك هون. شو هالحكي؟ انا بكون نائب السلطان وهذا امر ولازم ينفذه. سليم استنى. سليم سليم استنى، اهدى شوي، كل الأمور رح تنحل. أنتي قطعتي لي وعد من زمان يا سلطانة، قلتي لي إنك رح تكوني جنبي لو شو ما صار، وإجا الوقت لتوفي بوعدك إلي. سليم روق يا روحي، مو وقت نحكي بهالشي. امبلا يا أمي هذا وقته. بدي أسمع جوابك، رح توفي بوعدك اللي وعدتيني إياه؟ وقت وعدتك بهذا الشي كانت الحرب بيننا وبين الأمير مصطفى، بس الأمر هلأ مختلف. بيزيد بيكون أخوك، طالما أنا عم بتنفس ما رح خليكم تحاربوا بعض وما رح خليكم تعادوا بعض أبداً. ما رح أسمح لكم بهالشي حتى. أنا عرفت الجواب يا سلطانة، بكفي. روحي لعند ابنك المدلل. مولاتي اعذريني، بس في كم ورقة لازم حضرتك تختميهن. هلأ مو جاي على بالي يا فخري. ادخل.
سلطانة، نوربان وخانم صارت هون. خليها تجي. سلطانة، أنا تحت أمر حضرتك. أنا بعرف تأثيرك القوي على سمو الأمير سليم، ولهالسبب وافقت يا نوربانو إنك تكوني قريبة منه وخليتك تكوني أم ولاده. كانت مهمتك الأساسية تبعدي ابني عن المشروب وكل العادات السيئة، وتعملي جهدك لحتى تخليه قادر يواجه كل المصاعب. هذا اللي عم ساوي، وحضرتك عندك علم بكل الأمور. هلا أكيد في أمور بعرفها، بس للأسف يلي عم بعرفه كتير قليل قدام يلي عم يتخبى. مزبوط هالشي؟ ما بتذكر يا سلطانة أني مساوية شي غلط. أنتي مو هيك؟ مو أنتي اللي بعتي المكتوب لهوري جيهان؟ ونشرتي بالحرم لك زواج سمو الأمير بيزيد. هاي أنتي. حاشا يا سلطانة. إذا مرة تانية بتحاولي إنك تدخلي بيناتهم أو بتفكري تساوي شي شغلة لحتى توقعي بين الأمراء، صدقيني رح ساوي شي ما بيخطر على بالك. رح حطك بكيس وإنتي عايشة، وأأمر الحراس يرموكي بنص البحر. فهمتي ولا لا؟ سلطانة الله يخليكي سامحيني، أنا كنت دائماً وافية لحضرتك، وروحي فداكن يا مولاتي. هدفي الوحيد حماية سمو الأمير، لأنه وضعه مو منيح الآن على طول، حضرته بحاجة لدعمك وخصوصاً بهالأيام هي. وقفي جنبه يا سلطانة، بترجاكي لا تزعلي وتتخلي عنا سلطانة، والله نحن بحاجتك كتير. أنا دائماً بدعم ابني وبهتم فيه، ومهما أعدائنا تمنوا يشوفوا أولادي متخاصمين، مستحيل إنهم يشوفوا هذا اليوم. بالعكس تماماً، رح يشوفونا متحدين دائماً. سليم رغم أوامري لساته لهلأ قاعد بالعاصمة. قال قاعد هو وولاده بالقصر الرخامي. هالمشكلة اللي بيناتكم طولت زيادة عن اللزوم. حاجة بقى كل واحد منكم عم يستعرض قوته وسلطته على التاني. هو رح يخبر مولانا السلطان بس يرجع بزواجي من هوري جيهان، لأنه مستحيل ما يستغل هيك فرصة ضدي. ما رح يعمل هيك، أنا نبهت عليه. قلتي لي قبل إنه أخي سليم مستحيل يساوي شغلة بتضرني، وشو صار؟ طلع بالنهاية هو ورا هالحكي اللي انحكى هون بالحرم لك. هيك واحد أنا ما عاد أوثق فيه، ولهيك لازم تحددي موقفك، يا بتكوني معه أو معي، ما عندك حل وسط. أنت سامع حالك منيح شو عم بتقول؟ أنت عم تطلب مني إنه أقلع واحدة من عيوني يا مجنون؟ أوعك مرة تانية تطلب هالشي. أنتوا اتنيناتكم بتكونوا ولادي، بعدين هالشي مو مزبوط أبداً يا ابني. أنا على طول بسامحكن على أخطائكن، بس مولانا السلطان مو هيك، هو ما بيسامح. وأكبر دليل على هالشي إعدامه للأمير مصطفى. شو نسيت؟
أنا مستحيل أنسى كيف أبي فرط بابنه البكر ولا يلي كان ورا هالشي. ما رح أنساهم طول عمري، ما رح أنسى. سنبل شو القصة؟ ليش رستم باشا طالب إنه يشوفني؟ بظن الموضوع متعلق بسنان باشا لأنه موته أثر كتير على حضرته. تفضلي. سلطانة. رستم باشا، سنان باشا كان رجل مهم بالدولة. الله يجعل مسواه الجنة. آمين. شكراً يا سلطانة. سمعت إنه رجعت على قصر أوسكودار؟ ما عندي أي خيار تاني. وين ما عم روح عم يلاحقوني هالقتلة يا سلطانة. بس الله يرضى عليه ويحميه لسمو الأمير بيزيد، خصص لي هالمرة حراس أكتر يا سلطانة. ورغم هذا الشيء موت أخي ما عم يخليني نام أبداً. مو بس أنت اللي خسرت يا رستم باشا، وراح نضل عم نخسر كمان. ما راح توقف الحرب بنوب، والحل عندك. شو قصدك رستم؟ حضرتك أخذتي قرارك بخصوص مع مين راح توقفي؟ مع سمو الأمير بيزيد ولا مع سمو الأمير سليم؟ أنا من المستحيل إني أختار بين أولادي. إذا اخترت واحد منهم كنت خليت عن التاني يا أرستم، وبكون خسرت قطعة من روحي. سلطانة، وقت كان مولانا السلطان بده يختار حاكم لولاية ساروهان، حضرتك اقترحتي دغري على جلالته إنه يعين سمو الأمير سليم. سويتي هيك لتحمي سمو الأمير بيزيد، وكان هذا القرار صحيح كتير. بس بعدين تراجعتي وصفيتي مع سمو الأمير سليم. وقتها كان الوضع مختلف كتير. كان الأمير مصطفى لساته عايش، بس هلأ ما أنه موجود بالحياة. الأميرين إلهم نفس المعزة بقلبي. حضرتك بتعرفي منيح يا سلطانة إنه بقوانين دولتنا لازم تختاري واحد منهم. يعني ما بيصير أبداً هن اتنين يوصلوا للعرش. هالشي ما رح يصير، ما رح يصير. هالشتوية رح تخلص، الربيع قرب، جهانجير ما رح يقدر يشوف هذا الربيع، وحيمرق علينا من دون وجود مولانا السلطان. إن شاء الله مولانا السلطان رح يرجع قبل الربيع. بس يا سنبل أنا مو قصدي الربيع. مهرونيسا كان معها حق. بالنسبة إلي بلشت شتوية ما لا نهاية. ومن هون ورايح ما رح نعيش ولا ربيع. سلطانة. سليم. بقدر أعرف سبب زيارتك يا سلطانة؟ سمو الأمير إجا الوقت لحتى ترجع على ولايتك. أكيد بيزيد طلب منك هالشي، بده يعني يروح من العاصمة؟ هالعداوة اللي بينك وبين أخوك بيزيد عم تزعجني كتير يا سليم. رجع على ولايتك وحطوا حد لهالمشاكل. شو هالحكي اللي عم بتقولي يا سلطانة؟ طالما أنك عم تدعمي لبيزيد رح يتمادى أكتر معي يا أمي، والشرخ اللي بيناتنا رح يكبر أكتر. سليم. لا يا سلطانة،
هو مفكرني ضعيف، بس هو واهم. أنا ما رح موت بعز شبابي مثل ما صار مع أخواتي. كل يلي بيحبوا يشمتوا فيني بيكونوا مبسوطين، وهذا الشيء بفضلكم. أولادي اللي ضلوا لي عم يتعاملوا مثل الأعداء وعلى طول عم يتقاتلوا. ما كان بدي هالشي يصير يا سلطانة. ما دامك مصر خليك ليرجع مولانا، بس وقف هالعداوة اللي بينك وبين أخوك بيزيد، لأنه هالمشاكل ما رح تفيدكن بنوب. ادخل. سلطانة، ما كنت بعرف انه حضرتك هون. بعتذر على الازعاج. انا كنت رايحة على كل حال. تتوالى الفصول وتتعاقب السنوات واحدة تلو الأخرى، وذلك الجرح يكبر أكثر يوما بعد يوم، وألمه لا يفارق روحي. هل أنا سليمان ذاته؟ هل يعقل أن أكون نفسه الذي دفن ولدي؟ هذا الجرح لا دواء له، وفي ذلك الركن حيث كان قلبي أصبح يرقد مكانه حجر أسود. لم يعد هناك مكان للبهجة ولا للعشق. ستنغرس خناجر لن أستطيع أن أمسكها أو أخرجها من صدري. في داخلي أسهم تنشر السم ببطء شديد، ستبقى عالقة في أعماق روحي. ولأجل ما بقي في حيا سيبقى عذاب الضمير يعذبه وكأنه في جهنم. وعندما أرى البراعم تتفتح وأذكر فصل الربيع، وأرى كيف فصول السنة تتعاقب، وعندما أنظر إلى الحياة أتذكر الموت، وأتذكر أن كل الأشياء الجميلة ستنتهي يوما ما. فيما مضى عشنا ربيع أيامنا، وعاشت أرواحنا في جنة أعماقه، وكما تذبل زهرة جميلة في الحديقة حزنا وكدرا آخذة معها رائحة الورود، ها هو ذا خريفنا قد بدأ آخذا كل الورود.